يا احبابنا يا اصحابنا، لك تعال شوفوا على حالتنا، ولك يا اخي ترك تراد ما عم يوصل النمرة، ولا بني ادم ما عم يوصل النمرة، والبط عم يسبح عنا، ولك تعال شوفوا شو يدرنا على حالتنا كيف صارت، ولك اتقوا الله فينا يا عالم، نسيانيننا هالمخيم عايفينه. وين كنت عمو؟ وين؟ المدرسة. شو كيف الطريق معه؟ والله كله وحل. هلا جاي المدرسة هناك؟ اي والله. صرف صحي ما في، طرقات اجت هناك ما في، معونات ما عم يجيبوا لنا، الدرارات اعطوها لك المخيمات ما كانوا يعطونا، قال ايش نحن السيارات هون؟ كل واحد عنده سيارة عم يجي بصفها هون، هالسيارات ما لنا يا اخي، هاي السيارات للمخيم كلياتها بصفوها هون، ايش ما اجوا على المعونات؟ بيقولوا انتم ما عندكم سيارات وما عندكم اسمه ما بحاجة، اذا يا عمي مين نحن مين رب العالمين؟ مين لنا نحن؟ فقيرين معدمين ما عارفين سما عارفين هنا. ايش ودكم احسن من ايوه هيك؟ اي والله الوضع الانساني اتعس منه ما بي. لا عم نقدر نعبي مي، لا عم نقدر نمشي، ولنا جزامي ما سلموا لنا شيء، خيم مثل العالم ما عندنا. امبارح رحت لها لهون قلت لها انطيني خيمه، قال انت خيمتك جديده، انت بس شوف فوت جوا وشوف شنو هنا. هيك المي فايته اللي تحت اللي عند الصوبه. روح شوف المي ما عند الصوبه الوحل. شوفوا ما انا ولا انا البنت انزح مي اجيب السطل انزح مي تقولي لا خيمتك جديده خيمتك جديده كان كثير وما حدا سمع للشيخي هي الخيم هي خيمتنا وهذا عم بيت حمو يعني متجوز يعني ما بدنا نروح لا معونه عم يجيبوا لنا لا اغاثه يعني ولا شيء عم شو اسمه يثبتوا لنا وجوده وفي معونه ما عم تجينا يعني والله العظيم الواحد ما حكى حكى ما عم نستفيد شيء نحكي لها خيمه والله حتى يربطها الخيمه بعود مشان ما تقلب علينا رابطها يعني بحبل مشان ما تقلب يوم التلج خلبت علينا عايشين من قلبنا امروا على ابو محمد ولنا خيمه تقول ما في خيام محتارين انا على الطيران ارجع جاي لا عجل وحيد شلون ما نطلع الوحيد